راديو أورينت يقدم الأدب السوري الجديد، قراءات وحوارات في العمق مع أدباء ومفكرين أسهموا بتطوير الأدب السوري وتجديده. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة الثانية من برنامج الأدب السوري الجديد عبر هوا راديو أورينت. رح كون معكم أنا ماهر أبو علي أعدادا وتقديما، أطيب الأوقات أتمناها لكم. لم تغب معاناة السوريين عن قصصها ورواياتها، جعلت من كتاباتها طريقا إلى الحرية، فجددت لغتها الأدبية بتجدد الحياة، وجعلت أدبها مرآة لطبيعة العلاقات والظروف التي مرت وما زالت تمر بها سوريا والسوريون. لكن كيف عايشت تلك الظروف؟ وما هي المفردات اللغوية التي اكتست بها قصصها ورواياتها؟ هل جددت أسلوبها بالكتابة؟ وهل هناك أنواع أدبية جديدة انبثقت مع تجارب اللجوء والتهجير والمنفى؟ ضيفتنا اليوم من مواليد مدينة حماة عام 1959، عملت في دائرة السجل المدني وهي عضو اتحاد الكتاب العرب. بدأت بالمطالعة في سن مبكرة، ثم توسعت مطالعتها لتشمل كل التيارات الفكرية والأدبية، فبدأت الكتابة عام 1994. ترجمت بعض قصصها إلى لغات عالمية منها الإنجليزية والصينية والألمانية أيضا. حصلت على عدة جوائز دولية في القصة والرواية، لكنها همشت في الإعلام التابع لنظام أسد من إصداراتها في المجموعة القصصية إشراقة أمل، الشمس في كف الحلم الأزرق وغيرها أيضا، ومن رواياتها الوجه المكسور وكان حصانا واليتيمان ووقع الخطى وغيرها أيضا. وكغيرها من آلاف السوريين وعشرات الأدباء هجرتها طائرات القتل، فخرجت من مدينتها عام 2012 وتنقلت بين مصر والأردن والسعودية لتستقر في تركيا، لكن ذلك لم يمنعها من متابعة حياتها الثقافية وكتاباتها القصصية والأدبية عامة، فأسست المركز الثقافي في مخيم جيلان بنار في تركيا. طبعا يسعدني أن أرحب بضيفتي هنا في الاستديو القصة والروائية السورية الأستاذة ابتسام شاكوش. أهلا ومرحبا بك أستاذة ابتسام، ضيفة عزيزة في برنامج الأدب السوري الجديد. شكرا لكم. أهلا ومرحبا بك أستاذة ابتسام. بدأت علاقتك بالأدب بكتابة القصة القصيرة، وقد أصدرت أربع مجموعات قصصية في تسعينيات القرن العشرين مثل الخروج من المجال المغناطيسي، إشراقة أمل، بعض من تخيلنا، والشمس في كفي. هل الطريق الذي يسلكه الروائي هو كتابة القصة القصيرة أولا؟ ما شرط، ليس شرط. بعض الناس بدأوا فورا بالرواية، بعض الناس بدأوا بالشعر واتجهوا للرواية، بعض الناس كتبوا الرواية ثم اتجهوا إلى القصة القصيرة أو الشعر. هذا ليس قانونا. لكن لماذا يتم البدء عند البعض أحيانا بالقصة؟ إذا بدي أتكلم عن تجربتي أنا، أنا كتبت القصة القصيرة كان عندي زخم شديد جدا من المعلومات وعندي الحماس وعندي، ما لقيت الفكر اللي عندي متسع لتفاصيل الرواية. بدأت بالقصة القصيرة والتكثيف. القصة القصيرة فن التكثيف، قصيرة جدا تكثيف أكثر. كتبت القصة القصيرة والقصيرة جدا، بعدين هدأت شوي وبدأت بكتابة الرواية. العمل أنا ما بدي يعني أشهد على نفسي، العمل بيشهد على على جودته. أول قصة أنا كتبتها كان عنوانها أشراقة أمل، أخذت فيها جائزة على مستوى سوريا، وطبعا ما كان حدا بيعرفني ولا سامع بالاسم. أول قصة، أول رواية عملتها أخذت فيها كمان جائزة المزرعة، كانت درجة واحدة على مستوى سوريا أول رواية. وبعدين استمرت بالقصة واستمرت بالرواية، الاثنين ماشية على نفس السرعة نفس النسق. طيب. الآن صار 10 روايات وعشر مجموعات قصصية.
لحد بالإضافة إلى أدب الأطفال، بالإضافة إلى أدب الأطفال. لكن 10 قصص مع 10 مجموعات قصصية مع 10 روايات. طيب ما زلت أستاذة ابتسام تنتقلين بين القصة القصيرة والرواية، وهذه صراحة يعني البعض يقول أنها حالة غريبة، فمن يتجه إلى الرواية يهجر القصة عادة، لماذا ما زلت تتمسكين بالقصة القصيرة رغم انفضاض الجمهور من حولها؟ القصة القصيرة ممكن توصل أحداث، توصل معلومات ما تستوعب، تعجز عن الرواية أو يعني تصير فيها شوي ترهل وشطط بالرواية لما نفس اللي حدثنا. القصة القصيرة التركيز فيها بتقدر توصل للقارئ أو للمتلقي عبر المنابر أو عبر الورق أو حتى عبر المسلسل أو المشهد القصير، توصل أكثر ما توصل الرواية. كل جنس أدبي وله عشاق وله قراء ومتابعين. طيب بطريقة الإيصال هذه، هل لطول ربما الكلمات علاقة مثلا بتأثير بالقارئ أو المتلقي؟ هو بالنسبة لي أنا بعتبر المشهد، المشهد مثلا أحكي لك عن إحدى القصص تبع المخيم. طفلة قاعدة بالخيمة وأمها عم تشتغل بالطبخ ضمن الخيمة، عم تراقب الطريق قدامها، بيمروا أطفال عم يلعبوا. بتقول لها أنا بكرة بس صح بدي ألعب مثلهم، أنا بقدر أركض بالركض أسبق فلانة أسبق علانة، أنا بدي أحمل كيس النايلون مثل ما كانوا بالمخيم يربطوه بخيط ويحملوه ويركضوا بعكس اتجاه الريح، الريح ينفخ الكيس النايلون يساوي لعبة طيارة. تمام. أنا بقدر أسبق، أنا بدي أجيب لك مي وما خليكي تتعبي، أنا بدي، أنا عم توعد على أمه وهي ساكتة، بالأخير عم تلعب بسنانة البنت، انقلعت السنة بإيدها، قالت يا أمي انقلعت سنتي، قالت معلش لا تزعلي بكرة بتطلع سنة أحسن منها. نهاية القصة آخر جملة، هل ستنبت لي ساقين بدل ساقين المقطوعتين؟ انتهى القصة. هذا التكثيف وحالة الذعر وحالة تنميلة البدن اللي بيقدر اللي المتلقي بحس فيها بهي الجملة ما بتقدر توصل بالرواية. أيوة لازم بالقصة القصيرة. بالقصة القصيرة. يعني يمكننا القول أن القصة القصيرة يعني تستطيع أن تكون أسرع من الرواية في إيصال المعلومة. تلمس مشاعر الجمهور. نعم. أو الجمهور القراء أو المستمعين أو بأحداث ما بتقدر توصل الرواية. القصة القصيرة جدا ممكن، وخاصة لما نلجأ بالداخل للرمزية. بالداخل كنا نستخدم الرمز لأنه قادر نحكي صراحة. إحدى القصص القصيرة جدا الصدق طريقنا، طبعا أنتوا شفتوا بكل دوائر الدولة بسوريا تدخل البعث طريقنا والأسد قائدنا، هذا الشعار. أنا أخذت هذا الشعار وكتبت الصدق طريقنا. واحد عم يلقي محاضرة نزل منه وحدة عم تسأله أنت قلت الصدق طريقنا ماذا تعني؟ قال لا أيتها الحمقاء، المسألة واضحة لا تحتاج شرحا، الصدق طريقنا وهو طريقنا الوحيد، ألا ترين كيف ندوسه بنعالنا في كل ذهاب وإياب؟ انتهت القصة. يجوا بعد ما قرأت على المنابر، قرأت بحلب ودمشق واللاذقية وحماه، يجوا شباب يهمسوا لي والخلود رسالتنا، فهموا أنه البعث طريقنا والبعث اللي هو العمين داس بالنعال، فهموها وصلت. أما لو بدي أكتبها برواية ما بتوصل، ما بتوصل، لكن ما بتوصل. بالقصة ما بتوصل بهالحدة. نعم. طيب أستاذة ابتسام، يعني من هو الكاتب أو الكاتبة الذي جعلك تعشقين الكتابة بداية من الكتاب العرب؟ أنا بدأت بالقراءة وقرأت الكثير كثير، وأما ككاتب الشاعر عبد الوهاب الشيخ خليل كان أستاذي بالمرحلة الابتدائية بحما. نعم. على جلاء سجل العلامات كتب لي أتوقع لك مستقبلا أدبيا باهرا، هي العبارة نفسها. نعم. سألته شو معنى هذا الكلام، قال أني راح تكوني لما تكبري كاتبة. بعد 17 سنة من هالحكي وقراءة مستمرة، يعني قراءة لحد الإدمان، التقيت معه قال لي لهلأ ما كتبتي؟ كأني كنت يعني نايمة وفيقني، لأنه لازم أكتب، وبدأت بالكتابة، كتبت أول قصة بناء على توجيهه.
يعني هو ما وجه، هو بس سأل باستنكار لهلأ ما كتبتي؟ إيه بدأت بالكتابة. طيب هنا السؤال أستاذة ابتسام، يعني عندما بدأت في الكتابة ربما بشيء بالتأكيد هو موجود في العقل في الفكر لديك وبدأت الكتابة، لكن أحيانا يعني وكثير من الكتاب يتأثرون بكتاب آخرين، هل تأثرت بكاتب سوري معين مثلا؟ ما بدي لك نهجت ذات النهج، لا، إنما تأثرت ببعض ربما الأسلوب، أحيانا اللغة، أحيانا استخدام المفردات، أحيانا عرض الأفكار. الأفكار من كل إنسان بيشوف الواقع من زاوية خاصة فيه. فيه كان الأديب إبراهيم عاصي، هذا استشهد بالثمانين، كان له 4-5 مجموعات قصصية أنا قرأتها كلها وكنت عيد قراءتها أكثر من مرة. له زاوية محددة للنظر ما سبق إلها حدا، أنا تأثرت فيه برؤيته. أما كعبارة وكتاب اللي أنا أسلوبي الخاص، أسلوبك الخاص، لكن من حيث الفكرة تأثرت. أسلوبه بالنظر للحياة ممكن أنا تأثرت فيه، أسلوبه بالنظر إلى الحياة، إلى وقائع الحياة. نعم. طيب أستاذة ابتسام، حضرتك كنت عضوا في اتحاد الكتاب العرب الذي يوصف بالتأكيد بأنه مؤسسة أمنية هدفها قمع الكتاب دائما ومحاربة الإبداع الذي يغرد خارج السرب. كيف كانت تجربتك مع الاتحاد؟ وهل واجهتك أي مشاكل في الانتساب إليه؟ رغم كل التوصيفات السيئة اللي شفناها وعشناها، الاتحاد الكتاب كان فيه بعض الأشخاص الشرفاء، كان فيه ميخائيل عيد شاعر من القدموس، مسيحي شيوعي يعني منفتح لأبعد الدرجات، عجوز صادق مخلص. هو عرض علي أني انتسب لاتحاد الكتاب. الاتحاد الكتاب بينقصوا المواهب، وانتي كاتبة موهوبة لازم نكسبك. ساعدني باني اقدم طلب الانتساب. قدمت الطلب، حتى وقت قدمت الطلب لطباعة اول مجموعة قصصية لي اجى الجواب بالرفض، لاني لتدني مستواها الفني. طيب تدني مستواها الفني هذا شو معناته؟ أنا ناشرة هاي القصص واحدة واحدة بمجلتكم وجريدتكم بالأسبوع الأدبي والموقف الأدبي، أنا ناشرتهم. بأي جريدة كنت ناشرتهم؟ الموقف الأدبي والأسبوع الأدبي. أنا نشرت هدول الاتحاد. بيجيني الرد أنه تدني طيب طالما ما شايفين متدني مستواها كيف تنشروها عندكم؟ بالأخير بشوف أنه من ضمن الاتحاد ناس عم تحاربني وما بدي يعني انتسب. ميخائيل عيد دخل وحل المسألة ونسبني للاتحاد، كان له كلمته يعني، وساعدك بأنه تدخلي للاتحاد. طيب بعد ما دخلتي لاتحاد الكتاب العرب شفتي شيء أنه ما كنتي متوقعتي جوا بالداخل؟ ايه، اكتشفت بأشياء من ضمن اتحاد الكتاب مثل ما اكتشفت بدائرة النفوس. يعني شفت مشاهد ما كنت رح شوفها إذا ما دخلت اتحاد الكتاب. شفت أنه شلل عصابات، دائرة أمنية بامتياز اتحاد الكتاب. أنا كنت مهمشة بالكامل، كانت الواجهة فيها أنيسة عبود وفيها أمثالة ما بدي أقول. إحدى البنات شاعرة جابت له لميخائيل عيد، أنا عم أقول أنه من الشرفاء ميخائيل عيد، أنا بعتبره من أشرف الشرفاء اللي دخلوا اتحاد الكتاب، جابت له قصائد، قالت له بدي تقرأ هاي القصائد وتعطيني رأيك فيها. قال له بدك لقلك ممتازة ورائعة ولا بدك فعلا رأيي؟ إذا بدك قلك ممتازة بدون ما أقرأ، ممتازة كويس. قالت له لا بدي رأيك. قرأ أول فقرة منها، قال له بنصيحة مني اشتغلي كل أي شغل بدك يا إلا الشعر، هذا ما إلك، أنت لست شاعرة. ضجرت كتير وغضبت منه، قالت له كل اللي عم يسمعوني يوميا عم يشجعوني ويقولوا لي انه ممتازة وراح تبلغي. قال له هن عم يسمعوكي بعيونهم وليس بآذانهم، هن عم يتصببوا على شكلك ما عم يسمعوا شعر. منتفاجأ هلا بانه هي صار لها شأن كبير كتير باتحاد الكتاب وبانه صارت ما رح سميها. هذا هي الموجودة على موجودة ما تزال موجودة.
هذا نموذج من النماذج اللي كانت باتحاد الكتاب. انا كنت مهمشه تامه لحد ما صارت الثوره. انا اخذت 4 جوائز بالروايه، اخذت عشرات الجوائز بالقصه القصيره. ما انكتب عن جوائزي ولا جمله باي مجله او جريده بسوريا من ذكرت وقت بديت الثوره، وكان النصر لصالح الثوره والنظام بدي يخسر. اتصلوا فيني من جريدة البعث بدون يسلموني عمود بجريدة البعث، عمود يومي، عمود كامل يومي. مين بيحصل على هيك فرصة؟ قلت لهم والله أنا ما بعرف أكتب بجريدة البعث إلا اللي بدي أكتب لكم اللي شفته عن جنودكم لما اقتحموا قريتنا وأطلقوا النار على أجهزة التلفزيون والبراد والغسالة، خدقوها خربوها، أطلقوا نيران على الحمير والبقر والكلاب وتركوها تتخبط بدمها لا حية ولا ميتة. اكتب لكم عن أول شهيد اللي هو ابن عمي غزوان شاكوش. بتكون بكتب هيك، غير هيك ما بعرف اكتب. من خطبتي بهذا الخطاب؟ جاني بتليفون. بتليفون؟ تليفون. جاني تليفون تاني من جريدة تشرين، بدنا نعمل ملف كامل عنك، انت أهم كاتبة عنا بسوريا. أوف، مين قالكم؟ هلأ وصلكم الخبر؟ ان من كتب عني ولا شيء؟ لا، سكتي لي هالطيارات اللي عم تقصفنا، لا اعرف رد عليك. اجتني عروض وعروض وعروض بفتره اللي كانت الثوره منتصره وعم ياخذوا الثوار مساحات اوسع. بعدين صارت معركه الحفه الكبرى، تركت، طلعت على جبل الكراد مع اللي طلعوا، فتحوا لنا الطريق، بدنا نمرق على 3 قرى على الطريق قبل ما نوصل على جبل الكراد، ما شفنا فيها بشري. اللي حاولوا يرجعوا قتلوهم. طريق الروحة مفتوح، الرجع لا. يعني لما هلأ ينحكى عن تغيير الديموغرافي فعلا يوم حسينا فيه. بدون نطلع وما نرجع. نعم. أستاذة ابتسام، حضرتك تكلمتي قبل قليل عن المعاناة فعلا، وعن شيء بسيط يمكن بند واحد فقط من بنود معاناة يعانيها الكتاب والأدباء السوريون من نظام أسد وما يزالون. برأيك ما الذي كان أكثر شيء يعاني منه الكتاب بزمن النظام؟ الكاتب الحقيقي الصادق المخلص الموهوب كان مهمش بالكامل، مملأ فرصته بأي لا مجلة ولا جريدة ولا إذاعة ولا تلفزيون، مهمش. إذا قدر يتواصل مع خارج سوريا وينشر أعماله، أنا تواصلت. أنا نشرت بكل الدول العربية من المغرب العربي، أي مجلة يشوفها قدامي أخذ عنوانه وابعث له ينشره، لأن المادة بتفرض نفسها. طيب إذن عدم النشر هذه إحدى المعاناة اللي كان بيعانيها الكتاب والأدباء. طيب، هل هناك معاناة أخرى؟ المعاناة الأخرى من الناحية الأمنية، اللي يكتب شيء ما بيرضي الجهات الأمنية أكيد قدامه المعتقل، يعتقل طبعا قدامه المعتقل قدامه. حتى ببداية الثورة أعلن كان رئيس اتحاد الكتاب العرب أي حدا بيرضى يعمل مقابلة، لا حتى قبل الثورة وقت بديت قناة الحرة الأمريكية، أي كاتب بيعمل مقابلة مع قناة الحرة يفصل من اتحاد الكتاب، يطرد من اتحاد الكتاب، طرد. طيب هناك بالتأكيد قضايا كان محظورا على الأديب أو الكاتب أو الروائي أن يقترب منها إطلاقا على زمن نظام أسد. ياريت لو تعطينا شيء من بعض القضايا اللي كانت فعلا محظور أنه تقربوا عليها، يمنع الاقتراب. الشيء المعلن الدين والجنس والسياسة، بس الشيء ما معلن فقط السياسة أو ما السياسة، تقرب من الأسرة الحاكمة. الله يرحمه ميخائيل عيد شرح لي الأمر وفهمني يا تمام، قال لي اكتبي كل شيء بس لا تذكري اسم ولا تذكري رتبة. لما احكي أنا على السلطة بشكل عام أشير إنه دخل أو خرج أو وعم يتطلع بالنجوم اللي على كتافه. نحن حكومتنا عسكرية وأمنية. أحد الضباط بتحقيق، طبعا أنا أخذت جوائز، 4 جوائز، كل جائزة في مرور على فرع أمن الدولة وتحقيق. تحقيق بسبب الجائزة؟ بسبب الجائزة، شو كتبتي حتى استحقتي هالجائزة. المهم أحد الأشخاص قال لي ليش بتذكري دائما الضباط، أحد المحققين. نعم. أنا سكتت ما بعرف شو بدي رد، يعني بدي أقول له أنه هذا رمز السلطة، أنا وقع نفسي، ظليت ساكتة. قال لي أنت حابة شي ضابط وضحكان عليكي؟
كويس. قلت له ايه ايه خلاص، طالما انه هذا طريقة تفكيرك فرح فيه. ايه طيب شو صار هون بعدها؟ خلاص سكت، اعتبر انه بنت ونضحك عليها وخلصنا من هالحكي. وصل اللي بده يوصل له ربما هو، حتى ولو بفكره لا يعني. هو ما وصل لشيء لان الرقابة عندنا غبية جدا. هو بالفكر انه انا بدي اوصل لهم، بدي خليها تقول هيك ومعلش، لكن هل هي مقتنعة بالشيء اللي قالته او غير مقتنعة؟ ما بيهمه، هو بيعتبر لما انه هو كشف احد اسراري. ايوه هي النقطة. نعم. بيعتبر انه من الجهة الشخصية، الناحية الشخصية، كشف احد اسراري اللي انا ما عم احكي فيها لحدا. هو كذب، لا ضابط ولا غيره. انا يعني الضباط كلياتهم، خاصة انا عشت بحما، خلقت وربيت حما، وبعدين انتقلنا على الحفة. نظرة الحموية والحفاوية للدولة نفسها نفس واحدة. النظرة واحدة، كأن بلد واحد بحكم يعني ربما الأحداث المعاناة اللي عانوها. نعم. والتهميش اللي صاب قريتنا الحفة مثل ما صاب حما. نعم، خاصة وأن البعض يعني اللي ما بيعرف كثير ما عاش باللاتقية بيقول بالعكس الحفة تابعة للاتقية، يعني هن إنه بيقول لك مدعومين أو هيك. حفة جزيرة صغيرة وسط بحر من الظلام. طيب أستاذة ابتسام، من هو الأديب أو الأديبة السوري أو السورية طبعا الأبرز برأيك في ستينيات القرن العشرين؟ أنا بعتبر أبرز من ناحية الإنسانية والأدبية. نعم. عبد السلام العجيلي الله يرحمه، الدكتور عبد السلام العجيلي كتب الشعر وكتب القصة والرواية وأرخ لحقبة تاريخية وأرخ للحياة البدوية اللي عاشها. أنا أول قصة اللي كتبتها أخذت فيها جائزة، ما حضرت حفل توزيع الجوائز، بعثت له رسالة إني أنا أخذ جائزة وملبكة، بدي الخطوة الثانية، بدي أجي لعندك أخذ المشهورة. رحب فيني، رحت لعنده على الرقة. أهم نصائح أخذتها بحياتي الأدبية كانت منه، قال لي السلطة لا تقربي عليها، لا تحاولي إنك تكوني يعني تشتغلي معه، إذا بدي عم تكتبي بهدف الشهرة لا تكتبي، ما رح خلوكي توصلي. إذا هدفك المال لا تكتبي، ما رح خلوكي توصلي. إذا عندك فكر وبدك إياه يوصل للناس، اكتبي 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 ولا تنامي، لحالة بتجي المادة وبتجي الشهرة. وبالتالي أخذت من كلامه وفعلا بدأت بعرض الأفكار. أهم شيء تكون لغتك سليمة. أنا الحمد لله يعني الكتاب من إيدي على المطبعة، ما عندي مدقق لغوي، ما عندي شيء، من إيدي على المطبعة مباشرة، لغة سليمة. لغتك سليمة. 100%. إيه. ما شاء الله. طيب أستاذة ابتسام، أنا بعتبره أيضا أهم، لأنه صادق. نعم. مع نفسه، صادق مع النصح، صادق بكتاباته، بعتبره أهم. طيب الأديب أو الأديبة السوري أو السورية الأبرز في السبعينيات القرن للأسف العشرين. يعني هذا السؤال ما بيقدر حدا يجاوب عليه، لأني بداخل السوري. نعم. بالسبعينيات كان إبراهيم عاصي وكتب ونشر، بس الكتاب السوريين اللي بالداخل هن مهمشين بفعل اتحاد الكتاب العرب وبفعل النظام الأمني اللي موجود. الكتاب السوريين اللي هن خارج سوريا كمان ما سمح النظام انه يدخل كتبهم او تدخل افكارهم للداخل. وقتها ما كان في انترنت وما كان في الا الكتاب المطبوع. كتاب المطبوع إدخاله من المنافذ الحدودية جريمة. بعض الكتاب كانوا بالقائمة السوداء، ممنوع تداول أي كتاب من مؤلفاتهم. اللي برا ما سمعنا فيه، واللي جوا ما خلوهم يوصلوا إعلاميا. ما بنقدر نجاوب عليك سؤال إنه مين كان الكاتب الأبرز، ما عندي جواب. طيب أستاذة ابتسام، حضرتك قلتي بأن هناك بعض الكتاب اللي هن مغمورين ما يسمح لهم النظام بأنه يطلعوا، لكن في المقابل تماما كان هناك كتاب ظهروا وتفوقوا وكانت لهم هالة إعلامية كبيرة على أساس الدعم من قبل نظام أسد وليس على أساس موهبتهم. هل يمكن أن تذكري لنا ثلاثة أدباء سوريين ظهروا بوقت نظام الأسد ليس بموهبتهم وإنما بالدعم من قبل النظام؟ أنس عبود أشهر الأشخاص، أخوها سليم عبود، كتير كتير يعني، نجدة تزريقة ضابط متقاعد، كتير من الضباط
ضباط الجيش وضباط الشرطة، بس تقاعد بده يكتب سيرة حياته، وفيها يدخل اتحاد الكتاب ويصير عضو اتحاد الكتاب ويصير كاتب. فيه بعض ما كان عندهم شيء يعني ولا شيء يقدم. ولا شيء، بس كضابط بده شهرة وبده يكون دائما محل اهتمام، يصير باتحاد الكتاب. تذكرين أيضا أسماء أخرى غير أنيس عبود و هلا عم حاول أتذكر اسمها، نسيتها. هي المستشارة الرئيس بوسينة شعبان. بوسينة شعبان، نعم بوسينة شعبان. ظهرت أيضا ظهرت من قبل دعم من النظام، ولكن ليس لديها أي شيء لتعرضه. ما عنده شيء، أكتريتهم ما عنده شيء. في بعض الكتاب، بعض الضباط أو أساتذة الجامعات ألفوا كتب بمدح وتملق باسل الأسد وحافظ الأسد وبشار الأسد، والأفكار القضية الفلسطينية في فكر حافظ أسد، القضية الفلسطينية في فكر باسل الأسد، مجلدات، وباعوها للضباط وللمدارس بإجباري، وقبضوا ثمنها، يعني أسروا، صاروا أثرياء من ثمن هاي الكتب. وهي كتب لا تحتوي على شيء من ما فيها صور كتير، وفيها كلام مديح للأسرة الحاكمة فقط. وهدول دخلوا اتحاد الكتاب بهاي الكتب وصاروا واستمروا أيضا واستمروا. ويمكن وصلوا أيضا إلى مراتب عليا في الاتحاد، يعني لمراكز قيادية ربما هاي وإدارية. الكتب كانت لهم بطاقة دخول، يعني جواز مرور للاتحاد الكتاب وللإعلام ولكل شيء، حتى لأبواب الوزارات كانت هي بطاقة دخول. هدول يعني ما بقدر سميهم كتاب، عيب إنه نسميهم أدباء ولا كتاب ولا. نعم بالتأكيد أستاذة ابتسام، سنتابع مع حضرتك هذا الحديث الشيق. كلمة نعم تفضلي. عن الخطاب القسم تبع بشار الأسد، نعم. كتب مجلدات لما كل الناس عم تكتب، وأنا كمان بدي أكتب. كتبت قصة قصيرة جدا. رفع كأس الوطن عاليا وانحنى متبسما للصحافة والتلفزة، مقسما على الوفاء للوطن. نزل السائل الأصهب إلى معدته ثم أمعائه، امتصه الدم فنشر حمرة النار في وجهه وفي مصفات الكليتين، انفصل عن الدم لينتهي إلى حيث تنتهي كل مواعيد هذا الرجل وكل أيمانه. نعم بالتأكيد أستاذة ابتسام، سنتابع مع حضرتك هذا الحديث الشيق، ولكن بعد الفاصل سنتحدث عن الأدب ما بعد الثورة السورية. إذن فاصل قصير مشاهدينا ومتابعينا ونعود لكم. أهو أنا، أهو أنا، ولا حد بينفع لنا، شكلي صحيح ملوش دواء لكن اختصاصي في الهوى. كلام جميل وكلام معقول. مستمعو راديو أورينت، أهلا بكم إلى برنامج يختزل أجمل سنوات الفرح والبهجة في الذاكرة العربية. وسرعان ما غدا فريد الأطرش واحدا من الآباء المؤسسين لفن الأوبريت أو السكيتش في السينما الغنائية. ودوا يا في سوريا وفي لبنان، ودوا يا في سوريا وفي لبنان. تذكرات الدراما الغنائية، سجل الحنين للمسرح الغنائي وروائع السينما الغنائية وقصص نجوم عصرها الذهبي، حصرياً على راديو أورينت. أنتم تستمعون لبرنامج الأدب السوري الجديد من راديو أورينت. أجدد ترحيب بكم مستمعينا الكرام ومتابعينا أيضا عبر صفحة الأورينت، كما أجدد الترحيب أيضا بضيفتي هنا بالاستديو، القصة والروائية السورية الأستاذة ابتسام شاكوش. مرة ثانية أهلا ومرحبا بك ضيفة عزيزة أستاذة ابتسام. أستاذة ابتسام، ما هو الفرق في كتاباتك بين أو في اللغة الأدبية قبل الثورة عن ما بعدها؟ هل تجددت اللغة لديك؟ هل دخلت مفردات جديدة إلى قصصك ورواياتك؟ طبعا في فرق كبير.
في البداية لغتي الأدبية الكل بيأكدوا أنه هي لغة شعرية، وكل من قرأ شيء من أعمالي بيسألني كتبتي شعر؟ لا ما كتبت شعر. ما قبل الثورة كتبت كتير، كتبت القصة والرواية، عندي أسلوب الوصف الكل بيشيدوا فيه. قبل الثورة كنا نكتب، أنا ما كتبت الأدب لأجل الأدب، ما كتبت الأدب لأجل جماليات اللغة أو جماليات الصورة، دائما كان همي قضايا إنسانية. والقضية الإنسانية بالداخل السوري بحكم المخابرات اللي عشنا يلي خلقنا فيه، يعني عمليا من 63 نحن عايشين بحكم المخابرات والعسكر، كانت دائما قضايا المتعلقة بالنظام وفساد النظام والمظالم اللي عايشتها الناس تبعا لهذا الفساد بلغة أدبية بصور بيفهمها كل من قرأها. بدايتي كنت أعرض القصص على، بعد ما تنشر وتنكتب، على زميلاتي أو جاراتي يلي دارسين ابتدائية فقط وهن نسوان، اقرأيها شو فهمتي منها، فهمتها الأكاديميين فهموا شيء والعامة فهموا شيء، أنا بدي فكري يوصل حسب توصيات دكتور العجيلي، إذا عندك فكر ودك توصليه للناس اكتبي ولا تنامي. أنا كتبت الفكر اللي يوصل للكل، بس بلغة غالبا بتجنح للرمز، للرمز. يعني لم تكوني مباشرة؟ لا ما في مباشرة. أولا لجمالية النص، المباشرة دائما هي لغة الصحافة ما لغة الأدب. نعم. وبعدين مشان الحكم المخابراتي وصاني المرحوم ميخائيل عيد انه الرقابة عندنا غبية جدا، ما هن مثقفين، هن نحطوا بهاي المواضع لأنهم مدعومين، اكتبي كل ما تشائين ولكن لا ليس بشكل مباشر. استخدمي الرمز في كثير من الأحيان. استخدمت الرمز وكان الرمز واضح، كان رمز مفهوم للعامة وللخاصة، بس الرقابة مثل ما قلت يعني بعد كل جائزة كان في تحقيق بأمن الدولة دائما أبدا. طيب أستاذة ابتسام، عشت سنين طوال أو ربما 4 سنوات أو أكثر في المخيمات، في مخيمات الشمال السوري وأحيانا في مخيمات داخل تركيا، وأصدرت وأنت في حياة المخيم مجموعة قصصية بعنوان بين الخيام. هل هناك ربط بين هذا وذاك، بين الحياة في المخيم؟ أنا اخترت الحياة في المخيم بالوقت اللي كانت عم تجيني عروض ودعوات من دول أوروبية لأطلع في منظمات أوروبية بتحمي الكاتب وبتحمي الفنان وبتحمي لأني أطلع، بس ما طلعت. أنا ما طلعت من بلدي وتركت وظيفتي وتركت مشان أطلع وعيش بسلامتي بأوروبا، أنا طلعت لأشتغل. لقيت المخيم هو أفضل مكان للعمل، عشت بالمخيم. لغة الكتابة فعلا تغيرت، صار بإمكاننا نحكي نسمي الأشياء بأسمائها، صار بإمكاننا ننقل معاناة حسب مشاهداتنا إلى بالمخيم. أنا أنجزت مجموعة قصصية بين الخيام، أنجزت مجموعة قصص للأطفال توجيه لهم كيف يتعاملوا مع الحياة بالمخيم، طبعناها ووزعناها بالمخيم وبمخيمات أخرى. كمان أنجزت الرواية يلي عنوانها وقع الخطة، بتحكي عن رحلتنا، رحلة الهجرة لما طلعنا مشي وصلنا على تركيا، بتربط ما بين هاي الهجرة والهجرة السابقة بفترة يمكن أنتم ما بتعرفوا، ما حدا حكى لكم، لما بداية الاحتلال الفرنسي قسموا سوريا إلى عدة دويلات، دولة جبل الدروز، دولة جبل العلويين. نعم. وقت اللي قاموا جبل دولة العلويين بالساحل هجروا أهلنا السنة. على وقع خطواتهم نحن طلعنا لنفس الأسباب، لنفس الطريق، نفس الأعداء، اختلف الزمان فقط. وقع الخطى بتربط ما بين الهجرتين. أنا وقت طلعت مشي مع مجموعة كبيرة من الناس ما بعرف حدا فيها، بس بعد كل هالإغراءات بالجريدة التشرين والبعث ما ضل قدامي للاعتقال، ما راح سلم نفسي للاعتقال. طلعت ناس ما بعرفهم مشيت معهم، جيت على تركيا
هنا أستاذة ابتسام، الرواية هي نحن عم نحكي عن المخيم، الرواية هي بتحكي عن هاي الهجرة. الرواية اللي بعدها كمان أنجزتها بالمخيم عنوانها ابن المجرم. ابن هذا المجرم سنتحدث عنه لاحقا. الروايتين هذول انطبعوا باللغة العربية والتركية، هون بتركيا. ابن المجرم بتحكي عن مجموعة الأطفال يلي أبهاتهم استشهدوا بثورة 80، والنظام عملهم على أساس أبناء مجرمين، حرمهم كتير من الحقوق، ولما بدأت الثورة اكتشفوا الحقيقة أنه أبائهم كانوا ثوار ما كانوا مجرمين. بدأت بكتابة الرواية، الرواية هي اللي هلأ بدأت تنطبع، طوق في عنقي، كمان أنجزت بالمخيم. أستاذة ابتسام إن سمحت لي قبل أن ننتقل إلى طوق في عنقي، لو عدنا قليلا إلى رواية ابن المجرم، هل هذه الرواية نابعة عن تجربة شخصية؟ تجربة ما أنا كنت بابن المجرم، بس حوالي ناس أنا عايشة معهم وشايفتهم عن قرب وحاكية معهم من خلال دائرة النفوس. أنا كنت موظفة بدائرة النفوس، كان وقت ليجوا رجال المخابرات ياخدوا معلومات عن أحد المعتقلين، ياخدوا أقاربه لخمس أو ست درجات، ياخدوا وكل هدول الأقارب في عليهم جزء من العقوبة، العقوبة الأكبر على أصحاب الدرجة الأولى فالثانية فالثالثة. أبوه وأمه وأولاده وزوجته، وبعدين أخواته عمامه أخواله، ابن خاله زوجة ابن خاله أهله لزوجة ابن خاله ياخدوا معلومات عنه. هاي أنا عايشتها وشايفتها بدائرة النفوس. لما كتبت أنا كتبت شيء يعني أسلوبي بكتابة الرواية، بجيب الشخصية الحقيقية بفتتها لمجموعة شخصيات، أحيانا بجيب مجموعة شخصيات واقعية بجمعها بساوية وحدة، بس شخصية وحدة بيكون هي بطل الرواية. بطل الرواية هو مجموعة شخصيات معانت نفس المعاناة، كل واحد منهم بمرحلة من العمر. هذا هي الحكاية ابن المجرم. طيب أستاذة ابتسام، حدثينا باختصار لو سمحتي عن رواية طوق في عنقي، قلنا قبل قليل بأننا سنأتي إليها، لماذا تأخر إصدارها حتى الآن؟ ويمكن نحن كنا ننتظرها قبل عامين على ما أعتقد. تأخر رواية ابن المجرم، تمنيت أني أصدر منها نسخة عربية، وهي طوق في عنقي. خاطبت دور نشر بالسعودية رفضوا، رفضوها بمصر، رفضوها بلبنان، بعض الدور رفضتها بالأردن، رفضت. لماذا رفضت؟ ما بدهم يزعلوا بشار الأسد، لأني معلومات هالمرة بشكل مباشر. طيب لما من أين جاء الاسم، التسمية من أين جاءت؟ طوق في عنقي، بالعرف الشعبي عنا الطوق بالرقبة هو أمانة، أمانة. بحديث الناس العادي لما بدها توصيك أمك جيب لي بطاطا، أمانة برقبتك لا تنسى البطاطا، أمانة برقبتك سلم لي على فلانة، أمانة برقبتك. المعلومات اللي أنا بعرفها، المعلومات اللي حصلتها برحلة حياتي كلها، وخاصة عملي بدائرة النفوس، عملي بوزارة الداخلية. عن وزارة الداخلية ما حكيت، أنا عشت 98-99 بداخل وزارة الداخلية بدمشق. بدمشق كتبت فيها رواية عنوانها يا حرام، من قلب الوزارة كل أحداثها، عن ضباط الوزارة، عن الوزير ومعاون الوزير هل طوق في عنقي هي مكمل؟ مباشرة تحكي عن معلومات جمعتها خلال رحلة حياتي، و بتحكي عن الخط الأساسي العمود الفقري فيها، وقت اللي أنا وصلت على تركيا واستضافتني أسرة تركية، ضليت ببيتهم 3 شهور ضيفة. والآن حتى ما طلعت على مصر. متى سنجدها للرواية؟ إن شاء الله خلال هذا الشهر أو الشهر الجاي بالكتير، يعني خلال الأيام القادمة. هل سنلاحظ في هذه الرواية لغة التجديد إن شاء الله في الكتابة؟ نعم بلغة متجددة، لغة جديدة، بجوز أسلوب كمان جديد. صار شعرنا بشيء من الحرية. نعم. هون
شعرنا فيه ما كنا حاسينه لا بسوريا ولا بمصر ولا هذا الشعور بالحرية يعطيني أحيانا أو يعطي للكاتب ربما أفكار أو لغة أو مفردات حتى يدخلها في الرواية من أجل عرضها بأفكار جديدة وبأسلوب جديد. عم أشعر بالحرية. الأدب بشكل عام هو مجرد مجموعة مشاعر، كيف تشعر أنت تجاه هذا الحدث، تجاه هذا المكان، تجاه هذا هو الأدب. طيب أستاذ ابتسام، ما الذي ينقص الأدب السوري اليوم، أو إذا كان هناك عيوب ما هي هذه العيوب؟ الأدب اليوم السوري اللي بالداخل مناطق النظام أنا لم أقرأ منه أي شيء. الآن بعد الثورة، بعد لماذا لم تقرأي؟ لم يصلنا شيء، والمواقع الإلكترونية السورية الأسدية يعني لا يقرأ، ما ينشر فيها لا يقرأ. هل لديك شغف بقراءتها إن توفرت تلك الكتب؟ ربما أقرأها من باب الاطلاع. الأدب الذي كتب في الجانب الآخر الثورة، كثير من الكتاب أبدعوا، كثير من الكتاب أنجزوا الكثير أكثر من الكتابة ومن النشر. أذكر منه أنه محمد فتحي المقداد من درعا وهو بالأردن، يمكن صار عامل 5 روايات أو أكثر، عم يطبع على حسابه وينشرها بدون ما بخسارة ما بمربح، المهم أنه توصل أفكاره للناس. في محمد الفضلي ضابط شرطة، كتب كمان روايات بيحكي فيها عن تجربته بالشرطة كضابط، وانشق وطلع على تركيا وبيحكي عنها كل هاي الفترة عن معاناته. نعم. سؤال أخير لو سمحتي أستاذة ابتسام، ما هي أعمالك الأدبية القادمة؟ القادمة عم حاول أني نرتب مع أصدقاء ومع زملاء لأني نحول هاي الأعمال إلى الشاشة، بس مشروعي أنا الشخصي هلأ عندي مشروع أني ترجم أعمالي إلى اللغة الإنجليزية وتنشر برا مشان العالم يسمع صوتنا. بدأنا بأول رواية الوجه المكسور، ترجمت وهلأ هي بدار النشر بلندن. الأعمال اللي راح تنطبع طوق في عمق إن شاء الله هالشهر راح تطلع، أرملتان في مخيم اللاجئين فورا راح تطلع، بعد ما تطلع هي تطلع لي بعدها. بعد طوق في عمق أرملتان في مخيم اللاجئين، أرملتان نموذجان من الناس السوريين اللي هون أو اللي قبل الغربة. نعم. الصنف الشعار كنا عايشين وليش قامت هالثورة، خربوا الأرض، خربوا بشار الأسد، خرب ودمر والحق معه لأنهم عم ينازعوه ملكه اللي ورثه عن أبوه. نعم. لو ما استفزوه ما كان هدم بيوتنا وهدم معاملنا. نعم. هذه فئة من الناس موجودة وعم نلاقيها وعم نشوفها، هي موجودة كانت بالمخيم. الأرملة الثانية حضرت ثورة 80، استشهد فيها زوجها وبنتها طفلة، وحضرت هي الثورة ولادها فيها مقاتلين وهي بالمخيم. نعم. إلى هنا ربما الوقت لا يسعنا، وكان بودنا صراحة يعني أن نكمل حتى ولو لساعات يعني الحديث مع حضرتك بصراحة شيق كتير. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. الأستاذة القاصة الروائية السورية الأستاذة ابتسام شاكوش، أشكرك جزيل الشكر لهذا الحضور وهذا الإغناء، وأتمنى لك مزيدا من الصحة والعافية والإبداع والتألق والرواية والقصص أيضا أن نقرأ. شكرا، شكرا لكم. نتمنى أن يصل صوتنا إلى العالم كاملا، كل الناس إلى أهلنا السوريين، لحتى يكونوا على علم بالماضي، كيف يعيشوا الحاضر، كيف يخططوا للمستقبل. نعم. سيصل إن شاء الله. إلى هنا متابعينا ومستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم بحلقة جديدة من برنامج الأدب السوري الجديد. دمتم في أمان الله. كنتم تستمعون إلى قراءات وحوارات في الأدب السوري الجديد. إعداد وتقديم ماهر أبو علي، تنسيق المقابلات محمد الأحمد وأحمد الحمصي، الإخراج الإذاعي حسين قسوم.